أول شيء بتعرف قديش أنا مبسوط؟ اسألني ليش؟ ليش؟ لأنه أول شيء جيت لدبي وأنت نجاح الفيلم سابقك بمصر. الحمد لله. فيعني أنا عارف مسبقاً قديش أنت فرحان ومبسوط. عايز أقول لك إن بعد كل نجاح الواحد بقى المفروض يرتاح ويهدى وبتاع، أنا بقلق أكتر والله العظيم، وكل نجاح بيقلقني أكتر. طب إيه اللي جاي؟ طب حالة على ده إزاي؟ طب هعمل إيه؟ النجاح متعب، على قد طبعا ما هو حلو جدا طبعا ونعمه من عند ربنا، بس متعب جدا. ورغم النجاح الكبير اللي حققه الفيلم بمصر من خلال الايرادات العاليه والاقبال عليه، الا انه القلق مرافق محمد، خاصه مع كل بلد بيبدا فيه عرض لبغداد. اوعدني احنا لما نلاقي مقبره الاسكندر مش هنسرق. حتى القلق واضح عليك لانه انت شفت الناس كيف استقبلوا الفيلم بمصر، مع ذلك جيت لدبي وبعدك الآن وعم تسأل الناس مبسوطين شافوا كتار. طبعا أنا عايز أقول لك إحنا مهنتنا مرتبطة بالقلق، القلق من أول هعمل إيه اللي جاي لحد ما نخش نصور. طب قلق التحضير، وبعد كده التصوير، طب هل اللي بنصوره ده حلو ولا لا، وبعد كده بنخلص، قلق إن أنت تستنى عرض الفيلم، وفي قلق وقت نزول الفيلم، وفي قلق مستني رد فعل الناس. خلصت ده بقى كله تبدأ تقلق باب اللي جاي. اللي جاي فإحنا في قلق على طول. والقلق اللي كان محمد حاسس فيه قبل العرض الخاص بدبي راح بعد ما شاف جمهوره اللي كان مستنيه وحرص إنه يتصور مع كل واحد منهم. هذا الفيلم أنا كتير بعرف شخصياً قديش تعبتوا فيه، لأنه أنتوا اشتغلتوا ووقفتوا وعملت هوجن ورجعتوا وكملتوا، وفيلم متعوب عليه بطريقة كتير كبيرة. والله أكتر فيلم تعبت فيه في حياتي بجد. الأكشن كان متعب، كان نفسي أقدم حاجة جديدة جداً على السينما عندنا المصرية. إحنا السينما المصرية واقفة في حتة كده، كان نفسي ناخد خطوة شوية. إحنا برا أصل الأفلام بتاعت هوليوود وبوليوود عاملين لنا مشكلة، حطينا في مشكلة. رايحين مكان تاني؟ لا ده مش رايحين مكان، دول عدوا كل الأماكن. فأنا بحاول، أنا دايما بشتغل وعيني على برا مش عيني على الأفلام المصرية. طبعا الأفلام المصرية تحترم، والفترة الأخيرة كان في مجهود رائع من كبار النجوم وأفلام كبيرة جدا، بس أنا دايما بشتغل وعيني على برا. ولهيك محمد اختار نوعية فيلم لص بغداد القريب جدا من الأفلام العالمية. لص بغداد ده نوع، ده أول مرة يتقدم في السينما المصرية عندنا. فكرة الكنز والبحث عن الكنز، اللي هو إنديانا جونز وتوم ريدر، هم عملوه كتير قوي هناك، إحنا ما عملناهوش. صح. فأنا كان نفسي أعمل حاجة جديدة، وده دايماً اللي أنا بفكر فيه، إيه الجديد؟ إيه اللي ممكن ننافس بيه بره؟ إيه الفيلم اللي لو اتعرض كفيلم أمريكاني ينجح جداً؟ هو ده دايما تفكير. معول على السوق الامريكي لانه انت حينعرض فيلمك هلا بامريكا. الحمد لله امريكا وكندا، والاستاذ يوسف الطاهر الموزع الكبير اللي انا ساعدت طبعا وتشرفت بان انا عرفت شخص جميل زي ده، هو الراجل مدلعني بصراحه، يعني عرض الفيلم في جميع دول العالم. الجمهور بأمريكا هو حيكون الجمهور العربي بأمريكا ولا ممكن الأمريكان؟ يعني كيف متخيل؟ تاني الأمريكان دي لسه خطوة شوية، لأن لازم الفيلم أصله يبقى مدبلج بالأمريكاني يعني. بس أنا عيني على هوليوود إن شاء الله بإذن الله. والله كيف؟ هقول لك بعدين. لا بس عن جد إنجليزاتك كويسة؟ والله ربنا يسهل الحمد لله. أنا عايز أقول لك أنا جالي يعني في حاجات حصلت كتير قبل كده، وبس يعني حاجة حصل ما حصلش نصيب فيها، في حاجات لسه في كلام وبتاع. يعني كان في فيلم 1000 بي سي ده او 10000 بي سي مش فاكر اسمه ايه ده، كنت انا رحت عملت كاستنج فيه، وكنت وصلت خلاص لدرجة ان كنت انا والتلاتة تانيين باين، ثم اختاروا حد تاني. المهم انا يعني عيني على بر. وهالطموح اللي عند محمد مخليه حريص على اختيار الاعمال اللي عم بيقدمها، وانها تكون مختلفة وجديدة بقصتها وفكرتها، وايضا تنفيذها بيكون بمستوى عالي. أنا بعرف من الكواليس إنك بتحضر فيلم جديد إن شاء الله. شو هو؟ ده حيبقى إكسكلوسيف ليكو. أوكي ماشي. أنا بحضر فيلم تأليف الأستاذ صلاح الجهني. أوكي. مؤلف ولاد رزق طبعا، وإخراج رامي إمام إن شاء الله. حلو. فيلم بقى إذا كان بقى لص بغداد جديد على السينما المصرية،
فالفيلم اللي انا بحضره ده ما حصلش حاجه شبهه في السينما المصريه. ده 2050؟ لا مش 2050، ده احنا خلاص بنحضر فيه وداخلين ان شاء الله باذن الله. ومتحمس جدا ان انا اشتغل مع رامي بعد الفتره دي جدا طبعا، ومتحمس ان اشتغل مع صلاح الجهني برضو مؤلف كبير جدا. طب بس شو الفيلم؟ ليش يعني انا شوقت العالم بس ليش جديد؟ خلينا بس مش عايز احرق احداثه دلوقتي، بس هو يعني لو وعدتكم ان هو هيبقى فيلم جديد تماما ان شاء الله. هو اكشن كوميدي برضو.